إذا أرادت المرأة صيام نبي الله داود عليه السلام بحيث تصوم يوما وتفطر يوما، هل عليها القضاء في أيام الدورة الشهرية بالنسبة لتلك الأيام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا أرادت المرأة أن تصوم صيام داود عليه السلام، وهو أنها تصوم يوما وتفطر يوما، فإنها تفطر في أيام العادة الشهرية وأيام النفاس بعد الولادة، وفي يومي العيدين تفطر في هذه الأيام ولا تقضيها، لأن الصيام نافلة والنافلة لا تقضى، إنما القضاء للفريضة. نعم.